الله أكبر صارت كلمة بتخوف ويمكن بترعب مرات ويمكن حقيقية ويمكن لا كلنا سمعنا من كم يوم بالأحداث يلي صارت بنوتردام بنيس بفرنسا هالكنيسة يلي الساعة 8 ونص صبح جايين عليها بعض الأشخاص ليصلوا بهدوء وبسلام بيطلع لهم احد الاشخاص عم يصرخ هالكلمه يلي قلتها وعم بفوت ويقتلهم ويدبحهم شو السبب لاول لاول وهله مثل مثل كتار من الناس بعصب وبزعل وبحزن هيدي ردة فعل الانسان الاوليه دائما ولكن من بعد ما رقت لاستوعبت ولسألت كل الأسئلة براسي يلي أنتو أكيد سألتوها يلي سمعتوا بالخبر ليش هن ليش بهالمنطقة شو ذنبهن؟ شو خصن مرة عمرها سبعين سنة ومرة تانية عندها ثلاثة أولاد صغار بعد جان وكمان اندلفت الكنيسة يلي بيخدم الكنيسة شو ذنبهن سيقبوا بهالمحل يلي هو واحد سلام انقلب جريمة وقتل برجع بقول لأول وهلة مثل مثل كل الناس مننصدم بس تنطلع من الصدمة لنقرأ الحقيقة أنا بدي أشكر الله على هذا الحدث يلي صار نحن أبناء القيامة نحن منزعل على موتانا ولكن نحن اليوم بتذكار الموتى منصلي لهم لأنه مؤمنين أنهم بالسماء منزعل كلنا بس في شيء تاني تفرجت عليه وتأملت فيه حدث جريمة نيس فضحت ثلاث اشياء وعلمتنا ثلاث اشياء بهالنهار يلي فيه ثلاث اعياد. رمز الثالوث يظهر بكل حدث وبكل عمل. ليكو شو عملت اول شيء وشو فضحت؟ فضحت المسلم المزيف. وفضحت المسيحي المزيف وفضحت الملحد العلماني المزيف لأنه هودي كلهم اشتركوا بهيدي الجريمة هيدي الجريمة منا بس شخص عم بيقول الله أكبر وعم بيقتل باسم الدين يلي هو مقتنع فيه على طريقته لأنه في مسيحيين بيقتلوا وفي علمانيين وملحدين بيقتلوا مش هون المشكلة المشكلة هي هالفضيحة يلي أظهرتها هيدي الجريمة المسلم المزيف هو يلي بيفهم الله إنه هو قتل وأنا إذا قمت بجريمة قتل لإنسان مسيحي بقلب كنيسته إنجاز عظيم ما بعتقد كل إخواتنا المسلمين بيقبلوا هيدا الحكي كلنا نحن عندنا أصدقاء مسلمين ومثل ما نحن زعلنا هن كمان زعلوا، فاذا في خلل مش بالديانه الاسلاميه في خلل بالافراد يلي عم بيعيشوا بهيدي الديانه الاسلاميه، لانه كل واحد بيفتح على حسابه. فضحت المسلم المزيف يلي بالنسبه له عم بيشوه صوره كل الدين الاسلامي وعم بينزع كلمه الله اكبر وعم بتصير أداة لانفجار وجريمة وقتل وذبح ودمار انتو بتعرفوا انه بأوروبا مرئين بفترة وحتى بالبلدان الغربية اذا واحد قال على صوت عالي الله اكبر بيهربوا الناس او بيركضوا عليه او بقوصوه او هالقد هالقد صارت مزيفة هيدي الكلمة من وراء بعض الاشخاص تاني شغلة فضحتها المسيح المزيف المسيح المزيف يلي قدام أول ألم ووجع ببطل يعرف شو يعني حب خلصت الله كان حب بعد الجريمة بطل الله حب صار, صار الله انتقام وإن شاء الله بقتلون وعملوا حرب ضدهم ونحن ما ما بنتحملهم ونحن عنا حقد بقلبنا تجاههم بنكرههم من صميم قلبنا ما تقلي مسلم في ناس هيك هيدا المسيح المزيف يسوع المسيح اللي مش مزيف إلهنا الحقيقي اللي نحن بدنا نتشبه فيه لنكون حقيقية غفر ليلي صلبوه غفر ليلي جلدوه غفر ليلي حطوله إكليل شوك غفر ليلي تمسخروا عليه واقترعوا على ثيابه يلي بزقوا عليه هذا الله بذاته بيجي لي واحد مسيحي مزيف بيقول نحن لازم نحاربهم ونقتلهم وندعسهم لا هيدا انسان هو بشر ومش كلهم بفكروا بنفس الطريقه ثالث شغله فضحتها هالحد هالحادثه الملحد الملحد العلماني المزيف ليش لانه نحن وولادنا للاسف اليوم بحبوا الغرب بيقولوا لنا نحن ديمودي بعدنا منصلي ومنآمن بالله وكل هالقصص لا الغرب منفتح الغرب بيعطيك الحرية الغرب بيعطيك انك تكون ذاتك تحقق حالك حلو كتير هيدي الصورة المزيفة عن الملحد العلماني لأنه نحن بالرغم من أنه من دين الجريمة وبالرغم من أنه من دين المسيحيين يلي ما بيعرفوا يغفروا كمان من دين العلمانيه يلي ما بيعرفوا يحترموا مشاعر وحريه غيرهم. لانه هودي كمان مجرمين. لانه هودي اللي ماتوا بالكنيسه شو طلعوا؟ شو دور المسيح اليوم يحمل هيدا الصليب اللي ما إله فيه؟ طلعوا كبش محرقه طلعوا فشه خلق ما بين العلمانيه الملحد يلي ما بتعرف الله وما بتعرف حدود لشيء وبين المتدين المتشدد يلي كمان ما بيعرف الله وما بيعرف شيء، بيطلع الله اللي عم بفتشوا عليه الناس هو بالنص وبعد ما حدا لقيه. الله المعتدل. الله العادل. الله الرحمن الرحوم. الله المحب. الله القريب. الله العظيم والله المتواضع هودي كلهم بيجمعهم الله يلي نحن ما بنعرفه من شان هيك فضحت العلمانيه المزيفه ليش لانه انت يلي بتحكي بالانسانيه شو اليوم الملحد يلي بيحكي بمنطق علماني شو بيقول لك انا ما بدي الله وما بدي دين وما بدي شيء يا خي انا بدي الانسان انا بحترمك لانك انسان أنا بحترم خي الإنسان حبيبي لما أنت ما بتحترم مشاعر الإنسان وبتحط صور مسيئة لمين ما كان اوعى تتوقع أنه كل البشر بيتلقوا رسالتك مثل بعضهم اوعى تتوقعها إذا هذه هي العلمانية ستين سنة على العلمانية ستين سنة على الإنسانية اللي بمنطقهم شو هالعلمانية هي اللي ما بتحترم حدا شو هالعلمانية اللي أنت بوقف في وجهك وبزق عليك وبدك تقبلني لأنه أنا حر لا ثلاثتهم انفضحوا المسلم المتشدد يلي بيقتل انفضح والمسيحي المتشدد يلي مثل مثل المتشدد ذاته متدين بطريقه متشدده لدرجه انه نسي الله حب ورحمه وصار بده يقتل انفضح والعلمانية الغربية المزيفة يلي حدود الحرية عندها مش موجودة انفضحت هودي كلهم ما بيقدروا يبنوا إنسان الإنسان بده اعتدال شو علمونا موتتهم لهالثلاث أشخاص اليوم بتذكار الموتى بخبرونا هالناس يلي راحوا سبقونا إنه ما حدا بيعرف أي متى وقته وكيف. معقول يكون حدا منهم عارف إنه شخص غريب من غير بلد وفايت خلصة إلى أوروبا من قلب إيطاليا ونقل على فرنسا ليوصل على نيس ليفوت على كاتدرال وج الضو عم بيفتحوا بابا ليفوتوا يصلوا ويقتلن، الموت ما بيعرف أي متى بيجي وكيف بس ما بيخوف شو بيعلمونا اليوم؟ بعيد جميع القديسين بعيد جميع القديسين بيقولوا لنا ما نخاف من الموت اذا نحن نؤمن بالحب وراح اقول كيف المرأة يلي عندها ثلاث اولاد صغار يلي انطعنت بالسكين وقدرت تهرب من الكنيسه وتزحف لبرا بكل الاحداث والصدمه والشوك يلي عم بعيشوه بالدم يلي موجود والصريخ تعرفوا بشو كان بالها؟ شو الجملة الوحيدة اللي قلتها؟ قلت بليز خبروا ولادي انه بحبهم تخيلوا الحب قديش اقوى من كل احداث الشر هاي مش قديسة؟ ما بدي اياها تعمل عجائب بس اظهرت انها ام. ما بدي اياها تعمل قصص خارقه. بيعيد جميع القديسين بيقولوا لنا حبوا، القديسين حبوا. هيدي بقلب المعركه، بقلب الجريمه كان بالها بالحب يلي بيجمعها باولادها. ظهرت من الحب يلي بيجمعها بالله، يلي افسدته هودي الثلاثة اللي انفضحوا أفسدوا صلاة وقفوا لها صلاة بالحقد والتشدد والكراهية والحرية المزيفة وقفوا لها صلاة وقالوا بدنا نفش خلقنا فيك هي بتعرف مكران. هي بتعرف ماكرون هي بالها بأردوغان هي بتشتري مجلة شارلي أبدو هي فرقانة معك كلها؟ رايحة على شغلة تصلي بالكنيسة وتظهر لا عندها حقد ولا عندها كراهية ولا بالها بكل هالقصص اللي عم بتصير واللي بأكد اللي عم بقلكن ياه جملتها قولوا لأولادي إنه بحبهم <applause> بيقول يسوع من يقول الناس إني أنا بحكوا إليا نبي شو ما بدك اليوم سألوا مين يسوع زلمة منيح بس مش الله زلمة بيفهم زلمه مثقف، زلمه ذكي بدكن اياه بس مين منا قادر يقول الحقيقة؟ مين مين منا قادر يوقف ويقول هو الله الحي هو إله حي بحب لدرجة إنه يموت على الصليب هالقد إلهنا إلهنا بدكم تنبشوا عليه <applause> بعده عن الفلتان بعده عن الفلتان والحرية المزيفة يلي كل الجيل الجديد اليوم راكض وراها انا بدي اكون حره انا بدي اكون حر بدي اعمل بدي اياه بدي البس بدي اياه بدي اعمل بدي اسوي بدي اطلع بدي احكي بدي اعيش بدي بحرروني لا هذا فلتان وهذا تزييف للانسانيه هربوا من هذا المحل وما تروحوا لتاني ميله يلي عم بردوا على هود المتشددين ممنوع ممنوع تتحركوا ممنوع تلبسوا ممنوع تظهروا ممنوع تظهروا ممنوع تشربوا لا هون ولا هون بدكن الله بالنص هون بالنص وبدو يدل هون وبدو يدل حب الله ما فيك تنبش عليه لا بالتشدد والتدين ولا بالحرية المزيفة بالنص بالاعتدال بالهدوء بالصلاة بالسكينة بالصمت بالنسيم العليل هيدا الله بتعرفوا وينو الله الله اكبر صح هونيك الله وما تخافوا منا هالكلمه اوعى تخافوا منا نحن المسيحيين حقنا نستعملها قبل غيرنا كمان الله اكبر من عقدنا الله اكبر من جد الله أكبر من حركاتنا الولادية الله أكبر من عقلاتنا الصغيرة الله أكبر من الدم والإجرام يلي منعمله باسمه الله أكبر من كل اللي عم نعمله نحن باسم الله يلي ما منعرفه إيه الله أكبر أكبر من كل شيء إلا الحب الله بحجم الجملة اللي قالتها هيدي المرة قولوا لأولادي أنا بحبهم لأنه هيدا الله ده اللي يقول خبروا إني أنا بحبكن عرفوا إنه أنا بحبكن وبدكن تحبوني حبوا بعض هيك بيعرفوا الناس إنكن ولادي هيك بيعرفوا إنكن تلاميذي هيك بظهر أنا للناس وبقلن إني بحبكن الله حب وفقط حب هيدي الجريمة علمتني كل هودي ورجعت خلتني اتامل بكل هودة الموت ما بخوف القداسه موجوده وتقديس البيعه يلي نحنا اليوم عم نعيده هو فينا نحنا من قدسو. كل مره منكتشف انه الله اكبر من كل هالعالم ولكن اصغر من كل هالعالم لدرجه قادر يكون بقلبه هو الحب هو الرحمة هو التسامح نحن منغفر لكل الناس ومنحب كل الناس ومنوقف بوجه غضبنا ومشاعرنا ومنحب للآخر لآخر نفس وإذا مش قادرين تعملوا هيك ما تقولوا أنكم مسيحية بترجاكم قولوا بعضنا عم نفتش على الله الله أكبر